النهارده هنتعرف على اكله لذيذه وبيحبها اهل بورسعيد خاصه في الشتاء، وعلى فكره بيقبل عليها الزائرين من مختلف المحافظات في خميس وجمعه. رحلات اليوم الواحد بيجوا مخصوص عشان ياكلوا الصياديه، ومش اي حد بيعمل الصياديه. البورسعيديه ليهم نفس كده معين في اكله الصياديه، فهنتفرج ونعرف يعني ايه اكله الصياديه دي بتتكون من ايه. دي السمكه، دي السمكه، دي السمكه وهي متنضفه. طبعا نضفناها زي الفل، وشلنا طبعا السواد اللي فيها والدم اللي فيها، وطبعا نجرناها وخليناها ايه حاجه فريش زي الفل. بالنسبه بقى للبصله، طيب السمكه دي في نوع معين من الاسماك ولا في سمك معين بالنسبه للصياديه؟ في سمك معين ممكن يكون قاروص او بوري او بوري لا انا شايفه تمام، او ار يعني لو ار لقاروص لابوري، ده لها طعم بيبقى ليه خاص طبعا، طعم خاص بالنسبه للصياديه. بالنسبه للصياديه بيبقى طبعا بصله، البصله طبعا بنبشرها بتبقى ناعمه، وطبعا طبعا هي البصله، طبعا حمرناها في الزيت، وطبعا ايه طبعا حطينا لها الفلفل والتوابل بتاعتها وورق راوري بتاعها. بس التحميره دي برضه سر، ما لازم التحميره ما تتحرقش، لان لو اتحرقت تمرر. لازم تبقى بين الاحمر وبين الابيض. ايوه بالنسبه للايه بالنسبه للتحميره كمل. بالنسبه لل طبعا مش هدي لها ميه كتير، لان لو حطيت لها ميه كتير راحت طعمها. على قد حجم السمك بدي ميه، ندي الميه ميه سخنه عاديه طبعا. السمك بالظبط، دي السمكه دي بتعمل مثلا نص كيلو، هدي لها مثلا ايه كوبايتين ميه، كوبايتين بس ميه. على قد الايه على قد السمكه، لان هي بتاخد غلوه واحده وبتطلع، فطبعا الشوربه بتاعتها بتشبع بالسمكه. ايوه لو انا حطيت لها ميه كتير راحت طعم الصياديه منها. يعني احنا دلوقتي هنحط على النار دلوقتي تاخد غلوه واحده، وتطلع بالظبط، لان السمك ما بيدوب يعني يدوب هتبوش في الميه، ما بتستحملش في الميه، وفي نفس الوقت هتاخد طعم الايه طعم الصياديه. لا انا الحاجه ممكن تجهزها، حاجه جاهزه على النار، وانا اقطع لك السمكه بالظبط. بالنسبه للسمكه هتتقطع ثلاثه، لان لو اتعملت كده كلها تسيب من بعضها، بتتقطع ثلاث قطع بحيث ان ايه الثلاث قطع يطلعوا متفردين، لان لو عملتها سليمه كده هتطلع ايه متبهدله من طبعا من الصياديه. ولازم تبقى الميه سخنه، لازم الميه سخنه بتغلي وسقت فيها السمكه والبصله سخنه عشان اللي اتحط فيها بالظبط. مجرد ما بنزل عليها بالسمكه السمكه بتتشبع بالصياديه بتاعتها.